برحب بحضراتكم مرة أخرى. كنت موجود معكم هنا من 3 سنين تقريبا، كنا موجودين بنتكلم على الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، كان في مجهود وكنا بنتابع بداية تركيب تقنية معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر. عدت السنين وموسم ورا موسم، النهاردة احنا جايين نشوف ايه اللي حصل في خلال السنوات دي، مردود تقنية معالج المياه المغناطيسي على الزراعة وقرية الأشراف من الأماكن اللي تعتبر ناجحة جدا بالنسبة للمحاصيل المختلفة، لكن التحدي الكبير اللي بيقابل المزارع هنا نوعية التربة نفسها مختلفة، نوعية المياه خصوصا بعد يعني تنفيذ الآبار من سنين ابتدت نسبة الملوحة ترتفع. التنمية داخل هذه الأماكن بتؤدي أيضا إلى التوسع في النشاطات زراعة، إنتاج حيواني، استقرار. برحب بحضرتك. أنا سلم بك حضرتك أستاذ محمد النحراوي، أنا كنت معك هنا من 3 سنين. تمام. صح؟ تمام. كنا بنتكلم على الزراعة وعلى التحديات اللي بتواجهنا. هو المكان ده قرية الأشراف دي تابع لي النوبري؟ احنا في النوبري عشان اللي عايز يجي يشوف المكان ده أستاذ محمد هيستقبله ويشرح له اللي حصل. يعني الأغلبية بفول ودورة. فول ودورة، ليه نركز على الاثنين دول؟ يعني عشان عندي الارض متسجره سجر برتقان يعني في اشجار. في اشجار يعني احنا عندنا اشجار فاكهه، اشجار برتقان، وعندي فول وعندي ذره. الملوحه كانت مؤثره على الزراعه بيه، كان ايه المشاكل اللي بتسببها؟ يعني كان في بعض الاراضي الخفيفه كانت بتحصل الصفرار، والاغلبيه كان الزرع بيقف خالص ما بيكبرش، ما تشتغلش معاك. ملوحه التربه وملوحه الميه الاثنين. كنت بتعمل معاها ايه بقى عشان تقدر تشتغل؟ معالجات ملوحه. المعالجات دي كانت بتجيب نتيجه؟ يعني تجيب نتيجه فتره بس بعد كده برضو ما بتكملش للنهايه. الفلاح او المزارع هو راجل مستثمر، لما انا اضيف مضادات املاح بالاضافه الى تاثير ما هوش 100% فالناتج بيبقى عندي اقل، ده كان يحقق لك ارباح؟ لا طبعا. تقولها بدون تردد. بالنسبه لاشجار البرتقال او الموالح، نسبه الملوحه 1200 جزء في المليون كانت مؤثره على الانتاج برضه؟ طبعا، ما هو الشتله مش لاقي مناخ تكبر فيه. كانت بتوقف مني خالص. الميه ما كانتش مساعده. الميه كانت وحشه. لما احنا جينا هنا من 3 سنين كنت انت مركب الجهاز بقاله 6 شهور. 5 6 شهور. أيوة. 5 6 شهور، وقلت لي النتيجه كويسه بس انا لسه مستني اشوف. مظبوط. احنا دلوقتي 3 سنين او اكتر. 3 سنين بالظبط. ايه اللي حصل فيهم بقى؟ احكي لي. لا، الارض مع الوقت كمان الملوحه بتاعت التربه بدات تختفي تماما. التربه نفسها. ما هو من الميه، هي التربه ما هي ده مخزن للمياه، الميه بتتسرب تحت بس الاملاح ما بتتسربش، بتن تاني على التربه. طيب. مع تقنيه الجهاز بتبدا مع الوقت بتستفيد من طبعا الميه بتبقى كويسه. أيوة. بتبدا تخف كل الميه ما بتبقى عذبه، بتحاول تقلل نسبه الاملاح من على وش التربه. انت جايه الفدان اختلفت، يعني الفول اللي انا شايفه ده بسم الله ما شاء الله انا شايف فيه تحميل عالي وفي اغصان مالت، بقول لك ده ايه ده؟ قلت لي ده من الحمل بتاع الفول. واحسن من لما كنت بتزرعه من 3 سنين. من 10 أرداب بقينا 14 أرداب، ودي و15 دي هتختلف معايا في الناتج في الآخر. أنا صرفت فأنا عايز أحقق هامش ربح. المصاريف اختلفت؟ النهارده أنت التثبيت بتاعك مضادات الأملاح أخبارها إيه؟ ما أنا عندي دلوقتي مفيش كلام. بتسمد بس. سمد ورش. والدور عامل إيه معاك؟ ما شاء الله كان حلو خالص السنة اللي فاتت. ما شاء الله. الموالح اختلفت في الانتاجيه بتاعتي. اختلفت طبعا. اختلفت ازاي؟ عندي ورم مزرعه سجر ما شاء الله حاجه. يعني نقدر نقول الفدان بيجيب قد ايه دلوقتي؟ يعني هو لسه نشاوى النهارده، انا عندي عمره 4 سنين. لسه زرعه، لكن الشجره بقى كبناء شجره علشان تديني انتاج. لا ما شاء الله ارتفاع 3 متر النهارده. ما شاء الله. هنصورها يعني، احنا برضو هنصورها لحضراتكم. هي نشاوى يعني انا بنشئها وبجهزها علشان تدخل بقى ايه للانتاج، المفروض بعد كام سنه؟ السنه الجايه. بعد اللي جاي ده تصغير. ان شاء الله. انت زرعت الشنترات بتاعتها قبل تركيب الجهاز ولا بعد ما ركبت الجهاز؟ لا قبل، خمرت على الجهاز. خمرت على الجهاز، يعني اول تسميده قصدك. على الجهاز. فما شاء الله من بدايه الشتله وهي ماشيه شغاله معايا كويس، ربنا يوفقك. ابتديت النهارده تكلمني على ان التربه نفسها اتحسنت. يعني ايه التربه نفسها اتحسنت؟ التربه اتحسنت، كان فيه مخزون املاح على سطح التربه، ودي ارض موالح ولا بتنحرق ولا بتتقلب، الشغل فيها بيبقى بسيط عشان الجذور بتاعه السجر بتبقى ممدده في التربه، ما ينفعش فيها شغل. فلابد ان يعني الطبيعي من الماء البحاري ان هي كل سنه تسحب نباتودا ومعاها حاجه للاملاح
علشان تخف الايه. طبعا الجهاز مع الوقت انا مش شايف حاجه مضاعفات عشان نعالجك. انا ركبت اي جهاز عندي، جبت موتور ميه، جبت اي اجهزه الكترونيه بتحتاج صيانه، بتحتاج متابعه. انت احتجت حاجه للجهاز ده في خلال 3 سنين؟ مش اي شيء اطلاقا. كل مثلا شهرين او ثلاثه تبقى في بعض الاراضي فيها نسبه حدادوز بتعمل غلاف في الجهاز من جوه. في نصيحه لاي مزارع، لازم الجهاز بعد شهر او اثنين او ثلاثه اقصى حد يتحل ويتغسل من جوه. بس شوف معايا من جوه، وهو فك وتركيبه سهل للدرجه دي يعني؟ مسمارين بينحلهم، واصله بتبقى في المحطه بتاعت الري. ايوه بتحل المسامير، بتطلع بتتغسل، بيتحط ثاني مطرحه. دي في الاراضي اللي فيها حديد فقط. يبقى فيها نسبه حديد عاليه في الميه، فدي بتترصف في الداخل. فانا بس بنضفها موجوده عندي وكده، مفيش اي مشكله. دي موجوده عندي. بيستخدم كهرباء؟ بيحتاج وصلات معينه؟ لا ولا حاجه خالص. طب انا عايزك بعد انت تجربتك اللي بقالها 3 سنين دي تقول كلمه للمشاهد النهارده عن استخدام تقنيه معالج الماء المغناطيسي لشركه دلتا ووتر. فادتك ازاي؟ والله فادتني ان يعني مجرد ان اني ابتعدت عن معالجه الارض انا انتبهت للزراعه. طب انا دلوقتي هنعالج عيب في الارض ولا هنعالج الزرع ذات نفسه من امراضه؟ يعني انا كده ما انا عندي ضعف مناعه. ضعف مناعه من ايه؟ من الاملاح اللي على التربه. انا اتفكيت من المشكله دي، فالزرع دلوقتي بقى فيه حيويه وفي نشاط، بينشط في بيئه كويسه، في ارض تربه كويسه. النهارده مش هيدفع اللي انا كنت بندفعه الاول. فدلوقتي المناعه بقت كويسه، الرش اقل تسميد بنستفيد منه. الصحه العامه يعني انا ده اقول منتج مش مرشوش كيماويات، مفيش مبيدات، في حاجه يعني للصحه وللاستهلاك الادمي مناسبه للمواطن. مفيش اي مشكله بتقابلني فيه، يعني بنرش الرش احتياطي قبل الميعاد بتاعه. بالتوفيق. بشكرك. الله يخليك.